فيها قوة وطاعة وكفارة ورفعة لدرجات وكسر الحسنات إلا لهذه الأمة بصلاتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أخي كيف يعني؟ قل يعني هام القربات والطاعات على لها خصوصيات، فجاء في الأحاديث بيان ذلك تلك الخصوصيات. هناك أعمال وطاعات تكفر الذنوب كفارات، هناك أعمال ترفع الدرجات، هناك أعمال هي حصن ومنجيات لصاحبها من الجهة، هناك أعمال تكسر الحسنات، وهكذا الأعمال تكفر. وقد يأتي عمل يكون كفارا من جهة ورفع درجة من جهة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جمعت جميع هذه الخصوصيات العبادات، فهي تكفر الذنوب تكفر السيئات وترفع الدرجات وتحط الخطيئات وتكسر الحسنات وترجو رب العالمين وتنفك القرب الى الله جل وعلا وتزكي نفسك يا انسان وهكذا، وتكون سبب الإجابة الدعاء و الى اخره كما جاء في الاحاديث الصريحه.